في هذه الحلقة غنشوفوا تجربة اجتماعية جديدة غيقوم فيها هذا الشاب بدور الإسكافي، وغادي نشوفوا أمين غيجي عنده باش ينظف الحذاء نتاعو. فجأة أمين غيبدأ يتعامل مع هذا الشاب بطريقة غريبة ما غتعجبش الناس في الشارع العام. خلينا نشوفوا ردة الفعل ديالهم. واش هذا حاجه كرامه ديال الناس صح؟ واش هذا حاجه كرامه ديال الناس صح؟ اصاحبي شوف شنو درتي الناس. شوف هاد الصباط والصباط شارينو غالي يا صاحبي. ودات ديراتك في بلاصتهم، ديراتك في بلاصتهم. صاحبي الناس كيفاش كيسيري وهاد تسريني لنا شو صاحبي كيرديتي لنا حنا نقول لك ديروا بريو ديروا كحال صاحبي وايلي يا صاحبي حشومه هاد الشيء يا صاحبي او قلنا لك شو اخويا كيفاش رد لنا الصباط شو خرجنا على الصباط هاك خلاص شنو؟ سير حشومه ما تضربش اشوف السيد كيدير معاك واش هو خسر لي الصباط؟ انت واقف هاد الصباط انا ماقدرش نوقف عليها ما شو ما هاك دريم ديالو اخويا دريم واش دارنا صاحبي الصباطه صاحبي بيض ورد كحل ورد لنا بيض هو وشوف اصاحبي ودير ودرنا الكريمه صاحبي اه والله درنا الكريمه صاحبي شوف قال له انا طالت 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 الراوش ديال اصبر اصبر لا اله الا الله اصبر خفيف شويه وتعرف مشوش ها واش كتعرفو انت كنعرفوش انا خفيك يا ويش الدري الدري ويش ها لي انا تعامل سير قول لي اسمح لي والمسامح كريم واش غت وانا من ها لي مسك عاد صاحب الدري ويش ها صاحب الحسين ها هاك ها شاي ما ما كيزيد شو صاحبي كيزيد الحسين موافق ها يسير يسير ها لي اخو دخو دال ها سير بسير عيبة على الترب اخونا تاول الله يحفظك الله يحفظك صافي مسامحه مسامحه الله يرحم بها الوالدين الله يحفظك يا شيخ مبروك عواش مبارك فيك كيفاش الناس كيسيريو كيفاش الناس كيسيريو دير لنا شي ديال بلوش انا قلنا لك دير لنا الكريم وانت داير لنا الكحل بنادم كيفاش داير هذا بشار تو فاك جوج دراهم ديالك وشوف اصاحبي شنو دار لنا شوف واخا يدير لك لي يدير لك ما ديرش بحال هكا وشوف اصاحبي شنو كرد لنا واش هذاك حل واش هذاك كريمه صاحبي لي يدير لك ما ديرش ليه وحشومه هذا الشيء اصاحبي راه كترزق والصباط شارينو غالي يا صاحبي ودات دير راسك في بلاصتهم دير راسك في بلاصتهم ودابا دير راسك انت في بلاصتك شنو كرد لنا اصاحبي حيتو هاني يا صاحبي كيفاش هاني واش اصاحبي كرد لنا الصباط اصاحبي واش انت كيرك يوسخ لك يديك وهاني يا صاحبي ما تعاملش معاه بحال هكا ومازال كيهضر راه لحنا عليه جوج دراهم فين هي جوج دراهم هاك يا خويا هاك يا خويا قافيك دبر عليا يا ولاد ما خاصو العصا وفين هي الدراهم الاخرى بنادم ديال اصاحبي عجبك الشتراب ديالك وتبع ليه فلوس انت مال كيفاش انت مال جاتك النفس عليه جاتني النفس عليه جاتني النفس عليه وصافي دبر عليه صافي انا غندبر عليه وصافي انت كاك اخويا الدرام ديالك راه فين هي الدرام الاخرى زيدني درهم نمشي بحال زيدني وزيدني درهم اخر نمشي بحال تراد علي طاره هاي الله يعاون هاي خلي عندك فلوس كشارك شي معنايا في واحد تجربة اجتماعية طلعتي ود الناس طلعتي ود الناس طلعتي ود الناس طلعتي ود الناس طلعتي ود الناس
صباح لي يا ياك صباح لينا صباح لي عيني كاع تغرغروا كاع ناري كيبكي كاع صباح لينا صباح لينا صباح لينا شوف دور دور الكاميرا لهنا السيد راه بكا صباح لينا اخويا صباح لينا ماشي مشكل ياك علاش علاش جاتك النفس عليك اش ياك اش ياك صعيبه شويه صاحبي هادشي بنادم كيقلب على راسو واش شوف هكا شوف هكا الكاميرا ها ماشي مشكل دوز معنا في قناه التليمار هاني صباح لينا الله يعاونك صافي الله يسلمك الله يسلمك على بنادم ها واش صاحبي قلنا له دير لنا صاحبي الكحلش شوف بنادم تعامل مع شرط شخص تحيد الصباط وتش عطيه يتعامل معاه لنا الكرايم صاحبي ماشي الكحل صاحبي وكيرديش لنا الصباطه صاحبي واش صاحبي شنو دار لنا صاحبي واخا ما عرفتش شنو غتكون صاحبي قبل تعامل واش كاين رد قلنا له دير لنا الكرايم انا عام ونص وانا كنسير العباد لا باقي صغير وما تعاملش معاه بحال ما هكا واش شنو دار ليا صاحبي وانت اش غيكون كاع اش غتكون تلابس كاع الويفي والصباطه غاليه واش من غاليه صاحبي شنو اللي غاليه صاحبي واش هذا حاجي كرامه ديال الناس صاحبي واش هذا حاجي كرامه ديال الناس صاحبي واش هذا حاجي كرامه ديال الناس صاحبي راه اغلى حاجه كاينه في هذا الوقت دابا هي الكرامه ديال الناس صاحبي واش انا عام ونص وانا كنسير في هاد المرض هذا صاحبي انا عام ونص وانا كنسير في هاد المرض هذا صاحبي واش دابا شنو واخا تقول ما عرفتش شنو هو صاحبي ودابا الدنيا راه كلها غبره الدنيا راه كلها غبره حنا راه كاملين كنتغبروا صاحبي لا ولكن شو واحد كيبري واحد كحل صاحبي والتبري وانت اش كيهمك صاحبي في هادشي صاحبي والله رد ليا كحل شو كاع شو يديك ولا هو صاحبي راه هادشي اللي كديرتي انت راه ما كيبغي الا الله لا العبد راه هادشي اللي كديرتي انت راه ما كيبغي الا الله لا العبد راه خلص راه شوف هاك وانا نخلص هو صاحبي انت ما تلوحش لي فلوس صاحبي تمالك صاحبي واش دابا هو شنو دابا قلت انت هاك انا نخلص هو صاحبي ما تبقاش تعامل مع الناس بحال ما هكا صاحبي واش هو كيقول لي دابا خسر له باغي يتخلص تقبليهاش صاحبي انت قلت له حني فلوس هو غيتقبلها ورا شو هو كرفس وي صافي خويا سي الله يرحم لك الوالدين تكتلو حني فلوس هو غيتقبل ورا شو هو كرفس وي صافي خويا سي الله يرحم لك الوالدين هادي الله يسهل عليك هاكا صاحبي هاكا صاحبي شد انت ترزق الله راك حلال هادشي سير اصاحبي الله يسهل عليك دابا تبغي انت يدير لنا بحال هكا ورا ما مزيانش اصاحبي هادشي واخا نكونوا ما عرفتش شنو كنلبسوا اصاحبي هادشي راه ما مزيانش ولكن انا هادشي اللي كندير راه ما مزيانش وكنت اللي درتي هادشي راه مزيان راه شاركتي معنا يا ف التجربة الاجتماعية وبرافو عليك والله يكثر من تاه لا حتى دوزنا صاحبي هادشي هذا دوزنا صاحبي اسمح لينا دوزنا خليتيني كنترعى بالها اسمح لينا اسمح لينا الله يرحمك قرب لها بقى لي قسما بالله بقى لي مكين قسما بالله علاش حتى انا دوزت هادشي هذا ما كنبغيش بنادم هاد الحقر هادي قبل الله ما كنبغيها بالله اسمح لينا الله يرحمك حشومة راه مبينة هذا صح انا راهي كنصور تجربة اجتماعية مرحبا ماشي مشكل مرحبا هاني ماشي مشكل علاش جاتك النفس هادي واحد دوز انا هادشي يا صاحبي ادوز هادشي انا الشر ما مزيانش اصاحبي اسمح لينا ماشي مشكل تدوز معنا في قناه التليمار مشكل مرحبا اسمح لي الله يسهلك اسمح لينا الله يسهل ماشي مشكل لا بركشي 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 على البطون علاش 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 جاتك النفس هادي من الصواب بنادم يحيد الصباط لا بغا يتعامل معاه وتقول لي الله يرحم الوالدين انا راه بغيت قال له عليه سميتو خفت كلاش مشيت تيس فيه لا يبقى فيك الحال من اي واحد اخويا يبقى فيك الحال ياك ماشي مشكل دوز معنا في قناه التليمار ثاني ياك الله يحفظنا اخويا ماشي مشكل دوز معنا في قناه التليمار ماشي مشكل الله يحفظك علاش جاتك النفس عليه وراه هناك الشوب بالي بحال مسكين ما فهمتش هكا صحابو انا تعرفوا اه كان شوكي بالي مسكين ماشي هو الله يحفظك والي الله يرحم بها الوالدين اسمح لينا كاينين شي واحدين بحال ما هكا كيبغيو بصح شارك شي معنا في كاميرا كاشي وانت جالس كتبقى تطمن على الصباط عرفتي شحال دايره صاحبي كترعد عليا لا راه شوما صاحبي راه مزيان الله يكثر من خيرك راه بغيناك بحال هاد الناس بغينا اللي يكونوا اصاحبي راه كاين واحد اخر ما كيديهاش فينا كاع وكيطلع انت بعدا راه صدمتي لنا على الصباط وكرفستي لينا تعطي رزقك ولا يستر رزقك الله يجازيك بالخير علاش جاتك النفس عليك حشومة صاحبي ماشي مشكل دوز معنا في كاميرا كاش الله يحفظك تشوف عليك الله يحفظك